أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى أي نؤمهد علينا إن مجلس كربنا كريم كأه أي نصور تجلي أي مجلس كان هي محاضرة أنا سوقني ما أنه طبعا محاضرة واحد توصل قبل حساب تلفزيون كسومالي كابل وحنا توصل وحرا قل كأمهات النور أيونا توصل ولا جاي سنة يا لما ولا لها لجاي سنة يا أما لص على برنامج كوحلقة دي لبعض كساب سنة حكاية رمضان كا وحنو كجهل لدونا بإن الله دتك أو بش رمضان أي واجب كوتها هاي إن الصومان شروط قفك بش رمضان أي واجب كوتها هاي إنه الصوم اللي جربه أما شروط الوجوب هالنقطة أما شروط الصحة الصوم هالنقطة الله تبارك وتعالى وهم مؤمنين تكوى تبيي يا مؤمناتك إن الصومان بش رمضان وحي لي بش رمضان وحي كم تاي ركن من أركان الإسلام
صون كاس وركن من أركان الإسلام وحنا واجب كوأقف كستا أو شرود اللجه لي وصون كواجب يه إنه بشهر رمضان صومه. الله تبارك وتعالى وحوليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كو الرب رميييو ومؤمنين تي مؤمنات كاهو وحا ليدن كد الواجبي وليدن كد القري صيام يا إناد صونتان سيدي أمديه إذن كهري يبلو كد الواجبي ولو قري وجيدد لغالي هاي الصيام كان وحوي لعلكم تتقون ساد إلهي سبحانه وتعالى عقب بغدان نبينا صلى الله عليه وسلم وحكسه عن حديث عبد الله بن عمر كورين يأنو يري بني الإسلام على خمس إسلام كوحى لغض اللسي شان تير أما شان ركني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن لقره ولغمر خاتين نقضه الله تبارك وتعالى حق لغعابدا ربي إنو يهي الله أون قفكلة أو عبادة موتي أو حق موتي إنو سنجرين الله هين نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنو يهي رسول كالله وصادري وإقام الصلاة صلاة دو اللؤوغو وإيتاء الزكاة زكاة دو اللبحيو والحج والصوم رمضان حجك والحجي أيوه بش رمضان الله صومه وفي رواية عند مسلم وصوم رمضان وحج إيه بش رمضان الله صومه إيه والحجي رواية مسلم وحكى لصغن حديث طلحة بن عبيد الله أسحين كقصة أرى النبي جنوير صلى الله عليه وسلم أن عربيا أيها جاء إلى رسول الله إن عربي ما النبي قويم صلى الله عليه وسلم قل كاسور يا رسول الله رسولك الله أخبرني ما فرض الله علي من الصيام وحد يشيك تاو ديك ورنتا وحد اللي هو كبيي أو الصوم قال صلى الله عليه وسلم حيري شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا وحل وجود الواجبي بشهر رمضان إن الصوم تد إلا إن الصوم تطوع التي ما ديد وحكم إذا ما أنا على كامرك وحن كأغاني إن رمضان كأما الصيام كبشهر رمضان للصوم أيوه إنه يركن من أركان الإسلام مجر الصوم واجب أوقف كمسلم كالوجود الواجبي بالأصل الشر إلا بشهر رمضان ما أهل وعصور تقل إنه يصور عن صوما كلو واجب لكن وكو كيمي إنه قفك الصوم إسكو واجبية أو إسكو ندري أما الصوم ككفارات ككي ماذا أما قتل سيد قفك إسكو أو محرم أو حج أما عمر حرانسا إنه أغاد حرم كدلو سيام كنو عصو كليتا أما كفارات بو كيمي أما النذر بو كيمي لكن أصلهان صوم كأصلهان قفك واجب ككوة مسلم كهو صوم كبشهر رمضان هذا دادك أو صوم ككوة كبيو واكما واكوة محا الشروط صوم كواجب ككوة قفك مؤمن كأه إلا ربعين وصوم بشهر رمضان داد شروط لح شردي لغه لي أمبو كوة كبيه شرط يكواد وحو يقف كاسئنو يهي قف مسلم الإسلام باء الشرط وهلكا وحا كبحا يقف أن مسلم هين صنكو هدي وصومه مكة أنصحي أما قال هالنقضة أما منافق هالنقضة محايا لي وحو وايي وحي كهريي أو أه إيمان كيبو وايي الله تبارك وتعالى إن أرمي لك الدنيا واتي النبي مركو جبريل أيمي حديث عمر صحيحها أويدي يري يا محمد أخبرني عن الإسلام إسلام كيغشيك
وحو نبي يري الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وحو أساس غدغي إسلام كوينت الله تبارك وتعالى يا رسول كيس الشهادة ضغرتا سيدك صلى الله عليه وسلم مركو معاد أدري يمن وحير إنك ستأتي قوما أهل الكتاب معاد واحد أتجدوتا داد أهل الكتاب وكتب له سودجي فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا واحد قوية تائن قران أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر حديث أساس وحمرك النبي وقال لي مركو لأنه توحيدك وغير صادرت يدقفك صومك يعنيها وكوة شوية وأنه هي قف مسلمة halka waxa ka baxay qofka gaalka iyo qofka munaafiqa qofka gaalka asal ahaan inkastoo shariicada iyo furucda lagu la khitaabayo laakin inta uu gaalka yahay laga aqbali maayo maxay ila rabbi wuxuu yiri wala qad uhiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yahbadanna amaluk marka laga aqbali maayo qof aan muslim ahayn siyam laga aqbali maayo هدو سو مانا كان صحي مي قفكا قال كان كلك هدو سو اسلامو وحي كهوري السيام لغولها و لوردا فاي و اسلام لماذا سابر بريني سوى توربي جل جلاله قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف محمد واحد كتر هذا كوى قالوا بي هذا الشرك قال نمدي اي كتوبات كينانو اسكدا يانو اي الله رميان رسول كالله رميان والله دافع يا وحي تغي او قال لما يشرك مركا قفك سو اسلامي قال لماذا كسو بحي سو اسلامي وحي كهري الصيام اللقا مربو ما ننتا او سو اسلامي او اسلام كسو قالنا ما ننتا مسو قضينا لماذا لانه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك مركي دتكو أي الصيام كحرنيين إساقو أهل أماء هين أو قلبو أها مركا وصو إسلام لكن وإنو أفايستايو صار من أهل الوجوب داتك صوم كواجب كوي هاي وكم النقضي مركا بقية انت أصوها ديمان انت وإنو أفايستا أو انتعنين وحي كدما يمانين تا اي صياما اجماع ويوا انو صوما قفك مركا شرده وغهري واسلام انو قف يهي قف مسلم ان يكون مسلما وانو يهي شرده اللباد وحوي انو يهي قف كاسي قف عاقل او حالا يقف بالق ان يكون بالقا وهلك اوحا كوب حي المها يريركا ee aan qaan gaarin soonku waajib kuma aha maxaa yeelay waxay la'yihiin shardi ah buluuq walidaaba nabiga xadiiskii saxiixa sunan ku sooran min xadiisi cali kadalika caaishana way warisay xadiiskaasi nabigeena waxa uu yiri sallallahu alayhi wasallam rufi'a alqalamu an thalatha qalamka taqliifka waa laga dulqaaday saddex qof ani naa'imi xata yastayqida قفك هرد إلا أكسو توسو وعن الصغير حتى يكبر المها يركا الصغير كأهي إلا أكسو قانقارو وفي رواية حتى يحتلم إلا أكا قانقارو وعن المجنون حتى يفيق وفي رواية حتى يعقل قفك مجنون كان إلا أعقل قيسي أسو نقضو المها يركا أمركا صوم كواجب كما همر هدو سنقان قارين شروط قان قار كما تلمامي دوناي لكن وحا لغربا والدك عرورتا دالي انو كل ليلية او كتا وبرو انو صومو
si uu hadhow yacnaha ula qabsado markuu ilmuhu 7 jir yahay sida salaada loo farayo oo markuu 10 gaarna loogu canaananayo ayaa ilmaha markuu yar yahayna siyaamka loogu tarbiyeynaya waxaana u daliila in lagu tarbiyeynayo xadiiska Rubay' bint Mucawid radiyallahu anha fi saxayn ku soo arooray nabigeenna ayaa arsala qadaata al-ashura ila al-qura al-ansar nabiga wuxuu u cidiray subaxdii yowma cashuura ahayd qaryooyinkii madiino ku dhadhawaa buu nabigu u cidiray sallallahu calayhi wasalam kolkaasuu nabigu yidhi man asbaxa muftiran qofkii nii waa barista isagoo afuran falyutima baqiyata yowmi maalinta inta uga hadhay ha afaysto waa xadiiska laga qaadanayo haweenta hadduu xaydku ka go-o maalin ramadaan gudaheeda inay afaysanayso qofka musaafirka hadduu magaaladiisa ku noqdo isagoo afurnaa baqiyata inta u hadhay inuu afaysanayo maadaama musaafir ka soo galay oo magaaladiisa ku noqday qofka gaalkaa kolkuu soo islaamo maalintaa inta hadhay inuu afaysto ilmaha yarka haddii uu qaan gaaro uusan soomanayn markaa inuu afaysto axaadiista laga qaadanayo culimmada qaarkood ay ku tageen weeye marka waxa ay uu nabigu yidhi man asbaxa muftiran falyutima baqiyata yowmi waman asbaxa saa'iman falyasum buu nabigu yidhi qofkiise isagoo sooma waagu u baryay ha soomo kolkaasay Rubay' bint Mucawid waxay tidhi fakunnaa nasuumuhu bacdu wa nusawimu sibyaanana wixii intaa ka dambeeya yowma cashuura waan soomi jirnay caruurta iyadana waan soomin jirnay bay tiri wanajcalu lahum allucbata min alcihni caruurtana waxaan u yeeli jirnay shay ka samaysan suuf oo ay intay sooman yihiin ku mashquulaan faidaa baka axaduhum cala alطacaami acطaynaahu daxka haddii caruurta mid ka mida cunto u ooyo shaygaa lucbigaa baan siin jirnay bay tiri xataa yakuuna cinda aliftaar ilaa uu afurka ka gaaro bal khadka ugu horreeyaan qaban doonaa insha allah halo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum waraxmat ullah su-aashaada walaalad oo soo koobaya insha allah halo waan ku maqnaa walaal su-aashaada ku dhaqso insha allah su-aal haddaad qabtay walaal soo siidaa barnaamijka toos baad ugu jirtaa waa lagu dhegeysanaya insha allah kolka ilmaha yarka soonka waa lagu tarbiyeynayaa walowba waajib isagoon ku ahayn haddii ilmahaasi isagoo sooman bishii ramadaan uu ku qaangaaro maalintaa uu ku qaangaaray isagoo sooman soonkiisa waa uu sii wadayaa qaybta dambena nafal buu ahaa qaybta dambena farad buu isu bedelayaa waana saxiix mana soo qadaynayo waa haddii isagoo sooman uu qaangaaro maalin ramadaan haddiise isagoo oo afuran uu maalin ramadaan ku qaangaaro ma afaysanayaa sida qofka musaafirka ayaa weynta xaydka qabta iyo qofka gaalkaa soo islaamay siduu liannahu saara min ahli alwujuub mise ma afaysanaya waa masale culimmadu isku khilaafsan yihiin inuu afaystana way u banaan tahay inuu afurana way u banaan tahay gadaal baynu ka tilmaami doonaa insha allah ilmaha marka maalinta uu soo qaangaaray wixii ka horeeyey oo siyaama lagama rabo maxaa yeele lam yakun ahlan ma uusan ahayn oo ilmo yar oo saqiir uu ahaa laakiin wixii ka dambeeya maalintaa waa uu soomayaa ijmaac weeye maalintaa uu ku soo qaangaaray miyuu soo celinayaa oo ma soo qadaynaya maya ma soo qadaynayo limaada liannahu lam yakun min ahli alwujuub xiina wujuubu alimsaak markuu dadka soonka ay xiranayeen ilmo yar buu ahaa uma qaangaarsanayn saa darteed maalintaa ma soo celinayo wixii laakiin maalintaa ka dambeeya waa uu soomayaa maalintaana wuu afaysanayaa maxaa yeelay liannahu saara min ahli alwujuub ilmaha yarkaa marka muxuu ku qaangaaraa haddaynu garanay ilmaha hadduu qaangaaro inuu soonku waajib ku noqonayo calaamaadka ilmuhu ay ku qaangaaraan waa maxay saddex calaamo hablaha iyo wiilasha way ku qaangaaraan oo way ku siman yihiin haddii
انت ايو انكو متكود اي شهوة كتما دو اما اسوغو او جيفا او شهوة دا اركاو اسوغو سو جيدا كل هدي او شهوة كينو لابدا جنسيب هدي شهوة كينا ويقان غارين وحانا او دليلة خطبة كتنا في الهلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو عطك كوريا لقاد سؤال شهد محيطة ولال حرب ولا حن ربي صون لا يقولها أيان ربي إن جزء معناها تغسط بعثي أقولته من معنى العيش أنكون قود لها معناها مساكيت أنا ما أعرف مساكيت أقولته مو أقولته وبرج البراي العيش أنكون دولة ما أكون دولة مساي وحوي العيش روح على غيره إذا نقولنا أو أفرنا صون صون لي ذكرى معناها أقولته عن صدق تلاميذ خروج البراي أيان ربي إن معناها صباح تغسط روح تغسط ما أقول لي زين المعنى صدق في جزء فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الله تبارك وتعالى عليها المهن وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم المهن هديقان قارن وشاوة كينان ها إذن كإن قاتان كل كإذن سوغليا سيدي كو إيغي كهري قان قار كها أو إذن قادر ينو كالتو نبي قنا حديث متفق عليه وحكيري غسل الجمعة واجب على كل محتلم قبيس كتشم عدو واحا واجب كيها يقف كستا او محتلم وقان قاري او شهوة كيني قضب كاللباد ويلشي هبلو اي كوقان قاران واحا ويه ان اي كسو بحان تمها عاند اللي يرادو اي قمار كسو بحا اما فرجي قدوشي سا اما ديكر قدوشي سا كسو بحا هدي ان انت اما انك اي كسو بحان المها سوا قان قاري صادرت يدوحى السوغان حديث كسو أروري أحمد إيو نسائي من حديث عطية القرط عطية القرطي أيا وحى أجري عردنا على النبي يوم أحد عردنا على النبي يوم قريدة من ليه نبي قال نوبل نقال دقال كي غير بني قريدة اللي قلت دقال لما يوم قريدة بني قريدة أيان النبي قال له بني قبيل عردنا على النبي يوم قريدة فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل ومن لا ترك قف كي ما ننتا شهوة كيني وقان قارعة أمت مها عاند وأي الصوب حيني هوسة ولا دلي ما ننتا دل بالقو حكومي قف كي لكن لبضع مدنا اللهين ولا قد تغيبوير قضبك الصدحادي هبلها يولا شيء كوقان قاران وحويه هذي الشن يتمان سنة قاران وعنا ودليل حديث كالجماعة يوريني سعد الله بن عمر يوريني يؤيري أردت على النبي يوم أحد وأنا ابن 14 سنة وحلقين بندق النبي أنا عبد الله بن عمر أنا أفري التمجرة دقال كي أحد كل كاس النبي قوى إيدي دي وفي رواية بيهقي من حبان سائدين يان ولم يرني بلغت نبي وما أركين إنا قان قاري وعردت عليه يوم الخندق سنة كي كوحي قوي دقال كي يوم الخندق با نبي قال إيم بندقي وأنا ابن 15 سنة أنا الشن إيه 8 سنة جرة فأجاسني نبي قوى إيه فصحيبه يرمك بيهقي من حبان وحكو سائدين يان ويرني بلغت نبي قوح أركي إنا قان قاري صادرت المو هذه الشريه 8 سنه غاران ويقان غان ولذلك حديث كان نافع وعيري فقدمت على عمر ابن عبد العزيز بن نصر قالي فحدثت الحديث عن شيخي كل قاس عمر وحويري ومركز خليفه ان هذا الحد بين الصغير والكبير بويري كاسي وحدك ادخيه قفك وين يقفك يركا مركز وحو اقري لعماشي سي مسؤولك او اها ان يفرض لمن بلغ 15 سنة إن بيت المال كوحلا قصي ومركا عمر بن عبد العزيز وقرأ صدح هذا متكي لقاه له بشرط ما صدح إن هالمر لقاه له هبلها يويلشة متكي لقاه له ويكون قان قاريا
وحي هبلوه لديريهين ويلشا حيتك او يغو هبلو افرتا علامة يكوكان غانان مركز صدحي هوريه مشترقاها حيتك اللو قدره وحانا ادري لحديثك عائشة واتو النبي يري لا يقبل الله صلاة حائد إلا بخمار الله الصلاة هوين حيد قارتي صلاة يد أقبل ما إلا إن الحجابة معنى إلا من شروط صحة الصلاة وحكمدة إن قفك أو عورضي سأسطر هوين كعورض نوحي كبلا مريسا وحو يتمها يمد حوين الدبوشان يعني وحو يوجي غيك عمه مبالو أقولي صلاة درتي كبرنو مركي حيدو ويقان قارتي هذا صدح دا مد علامه دي ويلشي هبلي لغا هلو ماني رمضان مد كود وكو قان قاريا ان انت هدي لغا هلو حيدنا ويكو قان قاريسا شرديق الصدحات اللو شرديو قفك صوم كواجب كويا هاي وانو قفك سيها يقف عاقل وانو كسو بحني ان يكون مسلما وان يكون بالغا وان يكون يعني عاقلا قفك وانو عاقليا او كان صحي ما يصيام واجب نكما اها قف مجنون او عقلي غيس مقيه محايل عقلي وعبادته كو غران لها اما كون يسن لها مله وفاقد العقل وي وحلمد قف كيسونا الذاكره دوميه خصوص دوميه لمد وي قف كنوع اسو كلتا صيام واجب كما اها انت ووالي هاي او دان صون لغا مرابا صلاةنا لغا مرابا لكن هدي او مالي رمضان عقلقي او صون نقضو او مير كيسي او صون نقضو مان انت وحي كهريي صوقة دين ما يسيام كي كتكي اما عقلقي سوها صون نقضو صغو رمضان قديه سكوچره أما عقل جيسا صون نقضى بعد رمضان صيام لك الدوني معي لماذا عقل جي وعبادة كحرا لها التكليف كنت على غيب ولا إياه ما ننتا ورمضان عقل جي وصون نقضى ميو صو قضينا يا ميسا ما صو قضينا يا ما صو قضينا لماذا مركي لحرنا يا صيام كا إساقو عقل جاسي ولا لكن مركي وصو إسلامي عفوا وصو عقلي وصو نقضي وحو نقونا يا سارة من أهل الوجوب ونقونا يا وإنو أفايستا مركي أو ضدك صوماً أيو اللحكو نقونا يا يو وإنو صون كي مركي ما انت نمانو انت دا إسكا إلاليا هدي وقفكي صيام كحرته إساقو أو عافمات قبل لكن وما ننتي صون قده هدي وواشو صوم كي وكبري ما ننتا ما سوق ديني مثل ما سوق ديني وسوق ديني محايا المركي اللي حيرانا يي نيد وناكسن بو كحرتو عقلي سواه تشوغي ما دام او سوق غاري ما ننتا وسوق ديني فرق بي كوكا لدوان تهي لبدا فرق وي وعن سوو حريري لبدا مرنا وحا وي وحا او سو عقلي او سو نغدي اساقو او مركي دادكو حيرانا يين والا مركا سوق ديني مايو مرنا صون كي وحي أسوغ لا إساغو عقلي جيسو تشوغو أو دادك الله إرتي كدبو مركا واشي صون كي وصوغ ديني لأنه كان من أهل الوجوب وها حين وجوب الإمساك أهل وجوب كاملا هدي مرمركا قار كود مالمها قار كود نقو واشو والدي سو أي تامد مالمنا تمادا مالمنا عافمات الحكم يدور مع علته حكم كوحو هدبر كو ريغيا إلا ذا كل كو عقلقة جوغنا الصيام كو واجب وكو نغنية صلاة دي واجب يكو نغنيسا كل كي والد جوغتنا الصوم كي لغا مربو صلاة دينا لغا مربو وحي كدما يهدو عقلقة أصوه نغضو انتا عقلقة يسو جوغو لما وحالقة دونيا مركا إنو الصوم وحو اللحكو يهي المها سوقان غاري قفك قال كاسو إسلامي سيدا iyo qofka waan aqliga u soo noo intaba ijmaac weeye wixii aqligooda ama buluuqooda ama islaamnimadooda ka damo ku yimaada soonka way wadaayaan waajib ku yahay tayib in aan laga rabin qofka majnuunka waxa uu daliilay riwaayada Cali aan soo marnay waxa ku jiray xadiis qaybta ugu dambeysa wa anil majnuni hatta yufiqa aw yaqila wa fi riwaya aw yaqil
قفك مجنون كان قلم قلم كتخليف ولا قدر قاضي إلا عقل جيسو أصو النقضه شرط جاس وشرط جاس صدحات وين المصقف كوحلق رأينه يهاي المسلم البالغ العاقل شرط جاس صدحات وين النقضه المقيم أفراد بني وين يقف كاسي قف نجي أو مقيم قف كمقيم كأهي أو بشي رمضان سقو ودن كيسي تجوا مدجان كيسي مقول كيسي تجوا أصو كشو أركو عافي ما لنا أوقبو شروطها أن شغنا يدان لقاه لو أنت ما بدون قيب تدمانه صوم كواج بوكون غنا يا إنه الصوم لقوله ل رب جن كريم كقول كيسي أجري فمن شهد منكم الشهر فليصم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا بشي رمضان هذا أركتان صوم أيوه يرى صلى الله عليه وسلم ربنا وحي يرى قفك يا حاضر بشي رمضان أصوى قشوها الصوم وحميشا كوب حي قفك مسافر كا قفك مسافر كا هي وكمدي هاي دتك صوم كا رخصدا كهلي أدا أهان إني كوكوتان دتك الله يغرر رخصيب وكمدي هاي أو مركا عدو الدار كا صفر كا وكرف ومقدال كسو قضينا يا الله تبارك وتعالى وعليه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قفكيني مريض أحنوصن أما السفر كتوغ مسافر أيامك لوحد دوشي سهاري أيامك لإنه صوق ضيب رب إليه جل جلاله صادرتيت قفك هدي السوق أو سفر كتر أي أسوق شبشي رمضان السوق السفر كتر وحو حق ليها إنو أفره كل هدي ومسافر يعني وحاو دليل وحاو دليل آيات ربي هذا إنو أخي نكو حديث جابر بن عبد الله كسر البخاري كان رسول الله في السفر نبي أي السفر كجري فرأى سحاما والرجلا قد طلل عليه نبي قال وحاركي ميل غبوك سيئة ينين لهرين أيوه فقال وحاو يري ما هذا محارنا وحوية كاسي فقال وحيل السحابة دي صائم وقف صوم الرسول كالو كل كاسا نبي قال يري ليس من البر الصوم في السفر بر كم يدمعهن إلا الصوم السفر وفي رواية عند مسلم من حديث جابر أيضا عليكم بالرخصة الله الذي رخص لكم دشي نهاءها توقات إلهي الرخصة ديسة ورب إذين رخصيي ساس أيوية صلى الله عليه وسلم قفك مركا سغو صومن أو صفر كتيرة هديو رمضان أسو قلو وحاق ليه هاي إنو أفرو سيدو كلا هدي سغو أو هبين كي صفري ما ننتي رمضان سوى السفر كتير هذا أوبا هذانا وأفريكرا يدنا وأفريكرا وعنا أدليل حديث كجابر عند البخاري كسو أروري التليفونات وإيدين فرين قفل بوصو هذا الكرا إن شاء الله بإن الله أو إن شاء الله من خلال إنتن درسي وإنه أي نكت جوابنا سؤالها أتقبطان بإن الله وإيدين فرين خذتكم إن شاء الله وصو هذا الكتاب والذي سوى قد بنا وإن كت جوابنا إن شاء الله نبينا عليه الصلاة والسلام جابر باكوريني أنا رسول الله خرج عام الفتح إلى مكة نبي قال السنة كي مكة لفرني مكة الصفري في رمضان رمضان بيولي بأهيد فصام النبي قواصومي حتى بلغ كراع الغميم إلا ميشا كراع الغميم لقار دور عشر لوصة لمركة لقدتك مدينة أي النبي قواصومي فصام الناس ضدكين وإلا الصومين ثم دعا بقدح من ماء نبي قوحي ارتي ويل بيأي كتران فرفعه حتى نظر الناس إليه نبي قوحي كرب ويلك أقاض إلا ضدك أي كأركان ويلك بيها كل كاسو نبي ثم شرب به عبي ماركو ضدك أركان أيو به عبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحي ماركو أفره قيب صحابة كمان روي أفرين فقيل له بعد ذلك النبي مركا وحل غير إن بعض الناس قد سام قيب كمان ذات كنبي قواي سومين قيب ذات كم بدا هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو السلام عليكم وعليكم السلام ولا سؤال وسؤال شهد محيطي أضم هاتسن
السلام عليكم شيخ ميا. ها وانكم مغلا ولا السؤال شادو طوم هاتسن. سؤال شادو وقنا كويتي وحتى وصونك كوساب سنتهاي. شيخ كنيني يالان قاتا كنيني الصبح دي هورينا عبو واي. مكوحان سمايا بعد الافر مرك لحبر يوصون هو قلا لي يقربي. لحد برسونك كلا يقوي مت ما سوق اللينين داول درتي سوق اللي واي. ما قلالان كقودا متفتي فدي على يقربا انام بحيو. كنين كان عنا يسيد ما كنين ونحنون أتكبك سنة يسيد ووقتي تايروت وكنين كان عنا وكنين يال تايروت وصبح ظهر العنا لما جو جكر مر أمهتا جو جس اللبن بريو أقوره يسوى قحنون صدا مركب مدير بالغو قرأي مددا صد وضيسا مدوم اللي يقرن لايف كي قوى وعنا كنين كان مجو جناي لكن لبدا بريو أقوره يسوى رمضان كو قحنون صدا لكن كتبنوا على قبصدا جركي على قبصها عادي والسومي كان والسومي كتا شالا إدرا دورنا وحنون صنا لحتوا على قبصدا سومكي خير الله كسي إن شاء الله وما صدق. ما أنا هاد كنينك مركع أنت عن أفر مركع أفر عين عبا. واقرتي إن شاء الله أعترف شهادة قرصة. مركع ليش بريء اللي يجربي ليش بريء اللي يجربي وسنة كهراء أهاي وسوم وواي ليش عم بمركع صان ككراء يقولي مت مفدع اللي يجربا مسجد على صان كان قوة ياه ودعي يوم كسي صوم وقطب قبرة. صون كي هراء يا صون كان أنت أقول لحيسا مر عاد صومي كرتي عذودار على الله هين مجلتي وعاد صومي كرتي ما صومي كرين كريني إنا جوجي أنا قنوة نقحن وصناعي ما هل سؤال بكويدي مياي هي لبا صون لحظة وضع مر عافمات قبتي وصومي كرتي ميا كجري مايا وما صنت عمرك بارك الله فيك السؤال شا وراشين قفك هدي صون اللي قولي هي قضاءه سيدة وحا شردي اه صون كقضاها قفك وحو خيار هايستا او ابنان الا رمضان التاني رمضان كاللقا قاريو قبل رمضان التاني ما ليه انت رمضان كاللقا قارين انو صون كصو قضايا لقا ربع انت هدي او قده هيدا وحو هايستا خيار الا ان لقا قارين صون كالجوكتي صون ككوحيقة يعني صون كالقولها وانو سكوكو قلي صون كصو صعدا انت خيار بعد هيسوتا خيار كان وحا لغا قادني حديثك عائشة في صحيحين كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان بيت وحد شيء ده الصوم رمضان ما انا اود وعضو دار ميسن هيسن الا شعبان ان اكون قضي معنا الا شعبان مرك واحد هيسوتا ان قضيت الله تبارك وتعالى وحلي هي اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون سورة أنبياء سكو أماناي أنبياء سكو ربو حلية وحي هايين كوة خيرات كو أدك دقية مارك قفك إنو أدك دقو صنكي إلا إنت الشعبان كهو الرئيسة أيال لدونية إنت مارك قف مفردا نقول ماي وقفك عضو دار كهيستة إنو قد أيال لدونية وعافمات قبا أن عضو دار هيسان بالله هاي قفك عضو دار أن هيسان وعافمات قبا وإنو قد أيال قبل رمضان ك هو كحجة لكن قفك يسوى حنون صن يسوى حنون كي صن كانوا كقاضي ولي حتى بعد القضاء إنه صو قاضي حتى حنون كي أول الصعده أو مركع رمضان كي كلا قصة قلي بحال جي لي ما دام عذار وحيست هذو عذار هيست علماء وحليهين صن كي هذا صو قلي نو الصومي صون كي اللغولة هانا دبو كسو قضياني وحفديانا لقما دوني ما دام عدو دار يعنيها لآن وياي محايا لألة تبارك وتعالى صون كأداء هان مركوي بيش رمضان صوق الشوم أيا الله فالصحي إنو إسكا أفر عدو دار درتيد كو صون كهدي أولا ماذا قضيه هنا ولي عدو دار كيبو وطا مر هدي قيبتي هرب الله فالصحي قيبتانا من باب الأولاوي صادرتيد قفك إساغو حنستيدك بدا سوى كليتا لحدي بلود أم بيس لحدي عشاء أم بيديب سوى قضايا نيسا مركي سونك كان لما إساتو اللغولها وحفديانا لغا دوني معي أما قفك إساغو عدو دار لآن سون سون كو غارسية سيدا سوى سعوتا لغا دونيا سون كا سوى قلوا إنو سوى قضايا كو سون كي لغولها انتي ما موضي لغولها نوى إنو سوى قضايا وإنو نفديا كو درمانيك استنمد وبحيا وحنا لغا قادنا يا فدية داسي فهم كي الصحابة دا او ابن عور روح اللي ويدي
ابن عمر وحير من أدركه رمضان قفك رمضان السجر وعليه من رمضان شيء دشي سنة هذا وح رمضان ك وح رمضان سته وقد سته معنا قفك رمضان سجر سق أو رمضان وح كم إذا دشي سعيت هاي وحير فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ما ننكستا مسكين هقوديو بدل كذا مد هل شود حقها قودية كذلك عبد الله عباس ساسا كسوغن أبو هريرة ساسا كسوغن مركا قفكا سوا قفكا لكن عدو دارك الله يوي سيدو كرولالكي هاد كهوري قبرنا تن ايري وان حنو السنة وحربا الصدقو انان يعنها في ديكو بحيو عرور تا ايتام تا انسيو صون اللي يقولها درتين في ديكو داسي انو بحيو waxay ku xirantahay xanuunka ku haya nooca uu yahay hadii xanuunka ku haya uu yahay xanuun inaad ka bogsoonaysid oo ka caafimaadaysid dhaqaatiirtu ay ku sheegeen kolka inaad fidiye bixisid laga yeeli maayo waxa lagu baneeyay inaad afurtid intaad xanuunsan tahay maadaama aad soomi karin لكن دوش هذا وحا هذا إنا سوق دي سيد انتي آد أفرتي أو مالمود دوش هذا هاتي إنا دي سوق دي سيد ربنا وحو يري فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهدي آتهي قف حنون سنة حنون كعادقة يقف كبك سونا يمد كدب عافي ماضي هدي آت انتا ما صنع اما مالمود الغولها رمضان كلا كوغسو غلي اديغو او اوودو لها اناد سونتيدنا انتي هادا قبدي هادا انو شيغي باد مريسايو سون كا اد كوسو غلنا واد سومي سون كي لغولها نا واد سو قدينيسا ما دامت قود فلتيمي او عافيمات قبتنا واحد سمينيسا فيديات كودر سامانين كستا مسكين باد قودنيسا اما هدي اتاي قف حنون سن حنون وسوليغي كبوكسونينين سيدا حنونه خطرتا قفك الله سعوني سنولشيسا سيدا سرطانك قفك وكليها لغم ميرو حنونه سكرتا قفك سومي كرين حنونه نوع عصو كليتا قفك نوع أحنون سن حكم كي سوحو النقونا يا سيدا قفك الدعدة وين أما إسلامت الدعدة وين أما أودك الدعدة وين اي أنصونك اللي أجل الدعوين اللي سومي كرين أيال لها ليشين ايا وبالتالي وحي كل غميان إن أي بوسكي صيام كمانين كستا مد أي بحيان عنتا أو مسكين سيان أما إطعامهان هو سيان ويغو عنتا إنتا أكريان عشا هو قدقان سيدة أنس ويالي جري مخاربة وعيري أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أفضر أنس بعدما كبر عاما أو عامين أنس وحويه فقد أطعم أنس مركو أنس وينادي سنة أمر لبصنا مكان كل يوم وحو سيني يعني وحو قودني مساكين خبز يا اللحم هلب يا خبز كتر أيو سيني أو إطعام بوهان أيو سيني وعكلا تكون بنان تمليك إن المسكين كي متسي ست أو قعانت وقلي سوها فرصة ما يستيها كرصدين ما نكستي إن المتسي ست حقيا لقا قادنية وحا لقا قادنية قول الله رب قول كيس أويري وعلى الذين يطيقونه فتية طعام مسكين آيات داسي السلحان سيد حديث السلام إن أكوع جمهور العلم ومنصوخ بإليهن ووحى النصغي سآيات كدما يسوى رب إليها فمن شهد منكم الشهر فليصم لكن عبد الله بن عباس روح إليها ما آيات يعنها دن يعنها منصوخ بيكتها ووقفك أود بشر رمضان عافمات قباء امرك ور خيارك اولها انو سوميين وعنت بخيو خيارك عنتدو كبخيا قفك سونك اودا اسغو ايداسو حقيقي سمسوق بي كوتا اما قفك دأدا وين هي سنات الدأدا وين هي ددك حنوسن ولا هليشين ايغا ايدا مسوق ما لذلك وحلي هي ليست بمنسوخه هو الشيخ الكبير والمراه الكبيره لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين بوله يعنيها آيات منسوخ معها ولما نسخين وحي باقي أتهي
أضاق الدأدة وين إسلام تدأدة وين إئن أودئن الصومان إيقا ولي آيادو وأشاقين إسايو ووحو يعنتي بحنايا لكن دادك إيقو عادي أود الصومك آياد داسو إيقو آياد كدام يسكون لغم يفهمن شايدا منكم الشهر فاليصم ولذلك وحل الهلاشين يددك الدأدة وين يددك يعنيها أن صومك الدأدة وين وحل الهلاشين يددك حنو صنع حنو نضع ورسقبة marka qofka xanuunada culus qaba isagu cuntuu bixinaya maani kasta ama tamliig ahaan maskiinka gacanta uu galiyo ama idcaam ahaan isagu haw kariyo marka 30 maskiin ha isugu yeero intii maalmood oo afuray mudkooda isu keenaya cuntuu ka dhigaya helbu ugu sameeyo waa ku cashaysiinaya khalas ama hal mar ha wada bixiyo ama qayb qayb ha u bixiyo ama ramadaanka ka hor ha bixiyo ama gadaal ha bixiyo inta way barnaantay wax dhibaato amare dayib waxa soo haray hal qof oo meesha qudrada ah ka baxaya waa qofka waayeelka ah ee hadiyanka dadisu hataa tacgaaray ee sida caruurto kala noqday isagu oo yaacna waxa weeye waxba aan kala garaneyn ama qofka kaas waa faaqidul aqli ama qofka aqligiisi uu tagay iyo qofka daakaradiisu ay tagtay iyo waxa kala duwan qofka da'da weyn ee soonka aan awoodin وعقلي سواته لكن سوك ما أوده بل وابهن تاتعو وح خلدنا وكوها اللي وح صحنا وكوها اللي كان نوع السوك ليتا صومنا اللقى مربو لقنا قضين ما يعنتنا اللقى بحين ما لماذا سقط عنه التكليف تكليف كيبا كدع عيه بزوال التمييز معايل التمييز كيبا كتكي وحو شبها المها يركا انتو سنقان قارن أو سمميز كنقون سو عرور ما يوح كلا قرانيا كاسو كلو وايل كنو عز شبها صادت الصون اللقى مربو في ديانا مبحين ايو لغانا قضين معي وقفك لكن على حالة الهديان قاروي علمات وحي هلشين ايان قفك يعنها داك الذي سفقدان كأيتان وحبا ان حسو صنينين تد واحد جرا يغو نصاصو كليتو عقل يعنها داك الذي ذو ايسان جوغن كاس حتى الصيام ولا الصلاة ولا حتى طهارة اللقى مربو ساسوي أما قفك مجنونك إساغا واحا لو شرطيا إساغا صيام لغبره لكن واحا لو شرطيا هادو عقلي جيسي صون نقضو هادو صون مركا أهل بمركا أغنقون أيها قفك مركا وحينو كجرني إن شاء الله وحي قف سؤال قبنا وصوها اللي كرا إن شاء الله ونقاتش وابدونا انت أنو كلمة دو كجرنا شروط قفك وكواجي وصيامك واحا نيري واحا ويقفك إنو يقف مسلمة إنو يقف بالغة إنو يقف عاقلة إنو يقف مقيمة قف مقيمة إنه يهي قف قادر قضب كأفراد وحشناد وحوي السالم من الموانع هوينكو قاس خاص قصية وإن هوينكو أي كم ريهين حيد يديك النفاسك خاتك كل حيقة أهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله الشيخ أخر شيخ أخر ولا السؤال هذا أضع ما هتصام يا سؤال شاذ بحيث سو كوبية صفي عقوب مغربية عطكا قوقو آية انجنيرك أشيك سؤال شاذ سأيسو قد بنا إن شاء الله أشيك هوين تحيط كقبطة أما ديق النفاس قبطة صوم كواجب كماءها دو شوضة انت حيط كاسو كسولي أما النفاس كاسو كسولي هذي صوم تانا كأن صحي مايا maxay yeelay wa inay ka marnaato haweentu xaydka iyo nifaaska maxaa u daliila waxa uu daliila xadiiska Aisha fi saxayn ku soo aroray nabigeena waxa uu yiri ma raaytu min naqisati aqli wa din athaba lil lub ar-rajul al-hazim min ihda kun ma ana rag halu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam alaykum wa alaykum assalam wala soo su'aasha adoo mahadsan ها أبو شيخو وامها سنتا غير الله قصي ربنا كريم وحان ربنا كوي دي هو يدي وقفوين وسقاشن يسدح سنة جرتا سدح سنة كهوري وحيد ومسي مسكح ذي وحيد حسو سنة يسامله أنا ودن كان يوكي أنجوغا علما دي حاجة جوكتنا وحيد هم صون إن لغب حيواي لغب سنة هذا أفرتا سنة واكب حيني هذا مرك حديث قال رجستي وحات القفك مجنون كأه وحبلا بوايد ستة سنة وحيد كأبته ملا لما ذا حق جوكتنا وحيدهم وإلا غبي حياسونك
وما صنتها ولا الهوية ده هدي أي هوية ده عقل جيد وتجي سفي عنكو ما مقل شيقه تلفش كا دقي سوني سايقال الصعو إن شاء الله تلفش كا يقال الصعو محايا لعودك أيا دقي سوني ساسا دي إما غلينين أنا إن شاء الله جوابت هذا بحين دونا بإن الله واتانا دكاها اللي يقف كامركا أو على داء دي سوء هوية ده سيوا سغاشني سيد حجر وعقل جيدين واتقي سيدي ننتيد وإلا ده وحالة الهديان بالي رادا وقف كامركا تمييز كرد وموي سيادة من سيادة عبادات كوحا الله وشر ديان نيو عبادة هذا النية يسان لغا أقبالي ميو صادر تيد ما دام عقل قيدي وتقي دأويني الدرتيد لأجل كبر وتقي أو أي سن وحبك لقراني نين سن كواجب كماها من اللغا يعني عطنا اللغا بحين ماي معايا لو حالة الهديان باليرده عقل يدينا وتجي قفت النوع عصوك الصوم نكمل واجبها الصلاة نكمل واجبها حتى طهارة كمل واجبها صادرت هاد حالة الهديان قفك دو جاره وحلم من نقول يا المها يركا انتو سنقان جارين وتمييز كان نقول المها يركا النوع عصوك لا تاب ولا من نقول يا وبالتالي وحتى تكليفة دوش يسمعها نن قفك اي انتظر لقب حين يوا كامرك وعلى يا قبل السؤال شخص انا ما ادري وشاكتين السك خلاص ادو فهمت على غيابه قفك عمتار لقب الحين وحوية وقفك دا سقو عقلي سواء شوقة لكن صنك ما تحملي كرام إلا صنك شرد سوى حكم إذا القدرة قفك أسي صنك بوسن أود كان لأجل الكبر دا أويني لكن عقلي سواء شوقة لكن صنك ما أودي كرام كاس وكلاته سيد عبد الرحمن عباس يروح يري يعني مركو آيات دي أنا هاد أخريني وعلى الذين يطيقونه فتية طعام مسكين بويري وثبت للشيخ الكبير والمرأة العجوزة إذا كان لا يطيقان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا أيه بحنيا والحامل والمرضع واللمد بليه إذا خافت أفطرت وأطعمت مكان كل يوم مسكينا أو أنت حامل هذا يبدأ الناس كنوا جنسنا والله حكون يدرا مركا هو يوح بالله غمره والصيام الغمره هانا كقضينينا صون كه عنتنا كبر حننا عرور بيلم يتهاي أنت يسمى وقان قارن وحبا مركز صون لقى مرة إن شاء الله عنتنا لقى بحن ماي قفك عنتنا لقى بحن وقف في عقلك يسجوق لكن لأجل دأوين اللي الصوم يكري واي طيب هوين تحيت في قبط واحد إري ما الصوم يسوم أنتو حيت كاسجوق كور النفاس قبطنا والله مدوي وعنو دليل الحديث كهذا أنشيقي إن نبقى نري ما رأيت من ناقصات عقل والدين أتهوى للب الرجل من إحدى كنا مركزي هويكو حين قلنا يا رسول الله رسولك الله وما نقصان عقلنا وديننا أو نقصان الدين تيد عقلي حقيقة بكتم القصة نبقى نري أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل قلنا بلى فذلك النقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم ميسن هو انت ديسن حيد هشو ايسن سومينين او ايسن يعني وحوي توكنينين قلنا بلى فذلك من نقصان دينها بوير مركا لكن بحال غرما مركا اي هدو ديقة كطاهر نقطو اما نفاسك انا يسوق ديسو لحديث عائشة في الصحيحين كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة مركا وانا سوق ديسا الهي هاي هني بركة وين كحيت قبا حدود دقيقة يدو صومن حيث كوي ما دو وليقا يركتو صوم كمان انتا صوم وبرية ويسوق دي نساء دقيقة كهر هذي طاهر نقطة انتا صوم كالحرنة ويسوم يساء ويدو انولي وقبيسان هذي دونتو معايا صوم كلهم شرد يقبيس ويسوم يساء معان انتا صوم يسان يساء صوم كنا صحيح ونقونا يا صلاة ايا الله شرد يقبيس انتا صوم كسو كوبي دونا بإن الله كلمة دي كسو بصنع احكان تصيامك إنه وبرء سوء ما عنده نقيبة كلاته إنك جاهد الله وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.